أستاذ أيمن، عند حضرتك سؤال؟ نعم، يعني أنا صراحة سؤال واضح مباشر، لكن لا يكفي الأسلوب الخطابي حتى نستنفر الشباب. ما هي السبل التي يمكن أن نستخدمها حتى نحشد طاقات الشباب ونقنعهم أن المثال الأساسي للمقاومة هو الكفاح المسلح، وما يتبعه من أشكال المقاومة هو يعني مساعد فقط؟ طيب. لا يكفي الأسلوب الخطابي. كيف نزرع في يعني عقول الناس كده؟ أولا من خلال التعاليم القرآنية وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن خلال التجربة. التجربة عندنا في فلسطين، كان هناك حراك له علاقة بعملية التسوية، ولم يلتزم الاحتلال نهائيا، وقالوا في بداية التسوية الانسحاب من غزة أريحة أولا، لكن السلطة بقيت حامية للمستوطنات في قطاع غزة، 24 مستوطنة تقوم الأجهزة الأمنية السلطوية لحماية هذه المستوطنات. لكن متى خرجت هذه المستوطنات ومتى خرج الاحتلال؟ مع أن شارون كان يقول إن نتساريم، وهي مستوطنة في داخل قطاع غزة، مثلها مثل تل أبيب. لما حمي وطيس المقاومة أخرجت المقاومة الفلسطينية، ولا أقول فصيل دون فصيل، المقاومة الفلسطينية هي التي أخرجت 24 مستوطنة، وتحقق فيهم ما قاله الله: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فهدموا المستوطنات بأيديهم وبآلياتهم.